بقول لك ايه يا نبويه؟ ايوه يا ست ساره. انت بتعملي حاجه؟ بعمل الحوض وبعد كده هشيل الاطباق اللي زومبا كسرتها، والم الغسيل اللي زومبا بوظته، وانشف الحمام اللي زومبا غرقته. بس قولي لي يعني عادي محتاجه ايه اعمله لك؟ قولي لي. ياه كل ده؟ لا انت اكيد بقى تعبتي ومحتاجه تقعدي. لا تعبانه ايه؟ تعبكم راح، انا يا دوب بخدم بني ادمين وروبوتات، حاجه غلب يعني. ما عندكوش إليانس؟ إليانس؟ طب بقول لك ايه؟ بما انك يعني ست زيي وكده. ست؟ هو بيولوجيا انا ست، لكن بعد اللي انتوا بتعملوه فيا ده نسيتوا اني امراه. لا ده انت امراه وست الستات كمان. تعالي بس. الله يخليكي. انا يعني كنت عايزه اسالك على حاجه بناتي كده، يعني الواحده صاحبتي. عيوني ليك انت وصاحبتك يا ست سار. طب اقعدي اقعدي بس. حاضر. قولي الاول، اختك عبير ولدت؟ ولدت بقى لها 3 شهور وبنتها بسم الله ما شاء الله عليها بقت عروسه. ما شاء الله، الحمد لله على سلامتها. الله يسلمك. تتربى في عزكم. الله يخليك. متعب الحمل ده شكله. في الاول بس وفي الاخر برضه، بس بتبقي ايه عامله زي القنبله اللي عايز تنفجر في وش اي حد. ومغص وترجيع وموتس وينجز كمان. يا سلام. اه والله موتس وينجز كمان. طب وبيحصل بقى فيها ايه دي الموتس وينجز دي؟ يعني حبه متعصبه، حبه متنرفزه، حبه مش طايقه نفسك، تفضلي بقى الست تفضل رايحه جايه على التولت، رايحه جايه على التولت لحد ما بتولد. هبقى هبله يعني. هتبقي هتبقي ايه؟ هتبقي دي يا نبوية؟ انت بتستكبري ولا ايه؟ ما تتكلمي عدل. انا بس يعني كنت بسال عشان صحي مبسوطه كده شويه. بس زومبا بقى منها لله جت ونرفزتني على الصبح. بس مش مشكله برضو، انا لسه بحبها. هو الحمل بيعمل العبط ده. حمل ايه يا بنتي؟ انا قلت لك انا بسالك عشان واحده صاحبتي شك. شكه؟ بقول لك ايه، انا جعانه وبيجوع. طب بصي ركزي بقى معايا كويس قوي، انا عايزاكي تعملي طبق بلوبيف بالبيض، وطبق شكشوكه باللحمه المفرومه، وعليها شويه بسطرمه من فوق، وطبق رنجه وطبق بطيخ. ويخليكي تطلبي حاجات غريبه. يا بنتي بقى قلت لك مش ليا، ما تشلينيش. يا ست ساره عليا انا الكلام ده؟ انا مش متجوزه لكن متفرجه على كل الافلام العربي واعرف كل الاراض. اه والله العظيم يا بنتي. نطمن بس، مش يمكن يطلع مرض خطير ونكتشفه بالصدفه. الله يخرب بيتك، انت كمان بتفولي عليا. اسمعي بس مني، العلم بيقول ايه؟ اسال استشير.